السلام عليكم، معكم احمد مطر. ازيكم واخباركم ايه؟ ورب تكونوا بخير. معلش انقطعت الفتره اللي فاتت عشان طبعا الدنيا مش زي الاول، الحظر بقى وحركاته والقعده في البيت والكلام ده كله، الواحد ما بقاش عارف يظبط حبه حاجات. بس يعني انا جاي عشان اطمن عليكم اخباركم ايه، ولو في حد يقدر يتكلم معايا ياخد ود معايا، انا موجود على الرسائل والناس بتبعت لي اوريدي اكتر من الاول، ما اكتر ما كنا بره على القصر. واللي عايز يبعت كومنت يبعت. طبعا اليومين دول صعب، الناس اللي بتروح الجيم مش عارفه تروح زي الاول، الناس اللي كانت الدنيا اتظبطت معاها في الاكل لما قعدت في البيت الدنيا باظت منها وخربت. انا مش هضحك عليكم واحسسكم ان انا جامد والدنيا رهيبه، بس انا ممكن تكون الدنيا فلتت مني في الاكل شويه، بس الحمد لله الحمد لله التمرين مش بنفس قوه الجيم طبعا، بس منتظم اكتر من الجيم، لان في ايام ببقى رايح الجيم تعبان. لا ما شاء الله، يعني الحمد لله دلوقتي الدنيا ظابطه، لان الحمد لله الحمد لله بنام كويس، بنام بدري برضو ستيل، انا اخر 12 ولو فلتت ممكن تبقى واحده. واصحى الساعه 8، فساعات النوم الصحيه بتاعتي الحمد لله مظبطه، فبنام اكتر من الاول، بنام وبرتاح اكتر من الاول، لان كل الاول ما بين 5 ساعات لسبع ساعات نوم حسب ظروف الشغل، فما بيبقاش مظبط، فدلوقتي الحمد لله بقيت بنام، فدي نقطه كويسه. الاكل فات شويه مش مشكله، اوكي خلاص هيتظبط ان شاء الله وهبتدي ارجع للميزان بتاعي تاني. التمرين مش بنفس القوه طبعا زي الجيم، بس منتظم اكتر، لان الحمد لله مفيش حركه كتير، فبقدر اظبط اوافق مواعيدي. لازم ناخد الفايده من الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، ما نقولش الدنيا بايظه احنا قاعدين في البيت مش عارفين نتحرك يعني حاول تستفيد من الموجود في ايدك دلوقتي، عشان ممكن تبقى فيها فايده انت مش دريان بيها. الناس دلوقتي باصه للقعده والانتخه والاكل وسايبه حاجات كتير، ممكن تتمرن والله دنيا، ممكن تتمرن بكثافه وبقوه على الحاجات الموجوده في البيت وتطلع بنتيجه انت ما كنتش متخيلها. الموضوع ممكن يتستف، ممكن يتوضب، نظبطها مع بعض ما تقلقوش، بس ما تقولش لما ربنا يسهلها ونرجع. طب احنا مش عارفين نرجع امتى، هتفضل قاعد كده؟ الموضوع خلاني اتكلم معاكم النهارده لان الموضوع ابتدى يخش لقلق، لان في ناس بقى يقولوا لي احنا بص سيبك بقى من تظبيط الاكل، خلينا في التمرينات ونرجع تاني نعيد. يا جماعه الاكل اهم بكتير في تظبيط الوزن من التمرين، يعني انت لو بتاكل بشكل مطلوب لانقاص الوزن هتنقص في الوزن حتى لو ما بتشيلش خلة، لكن انت لو بتتمرن بكل قوتك وبتاكل بكل قوتك الموضوع بايظ، مش هتنزل، مش هيتظبط. الاكل هو اساس نزول الوزن، ده اللي محتاجين نحطه هنا وما يخرجش. ممكن تحاول تعمل اي حاجة غير انك تقعد تاكل، يا سيدي اقعد اقرا حاجة، افتح اليوتيوب وتعلم حاجه، لو انت بني ادم شغال في اي مجال ممكن تاخد كورسز اونلاين، الدنيا على اونلاين بقت مفتوحه اكتر من الاول، فانت تقدر تستفيد بوقتك. اشغل نفسك، ابعد عن الاكل، حاول تتمرن، كل الصحي، لو هتنقنق نقنق سلطه، بس ما تسيبش لنفسك وتقول هنعمل ايه؟ ما هو هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني هنعمل ايه بعدين؟ يعني هنعمل ايه اللي قدام؟ والله يا جماعة أنا شايف ناس أو بتكلم مع ناس كل شوية بنتكلم على تغيير مفصل للركبة، خشونة في الركبة، والدكاترة اليومين دول ما بيرحموش، تمام؟ أنا آسف إن أقول الكلام ده. قدامي بني آدم بيتحرك وبيروح وبيجي والدكتور بيقول له غير مفصل، ليه؟ عشان عنده خشونة في الركبة. ليه؟ عشان وزنه زايد. طب ما تقلل وزنك عشان تقدر تعيش بني ادم طبيعي، عشان تخس، عشان ركبتك تستحمل، عشان 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 عشان. خلي بالكم من نفسكم، الحظر والضيق اللي احنا فيه دلوقتي ممكن نستفيد بيه باقصى صوره ممكنه، غير التمرين، غير تظبيط الاكل، في حاجات في حياتنا كلها، ممكن نقرب من اولادنا، ممكن نشوفهم ونشوف ظروفهم، نكلم اهالينا، نعمل اي حاجه مفيده، نطلع بعد الحظر ده متغيرين، ما نبقاش دخلنا وخرجنا من الازمه
والدنيا ما يحصلش فيها اي حاجة. لازم نتعلم التعامل مع الموقف. ربنا معانا يا رب ويعديها على الخير، وان شاء الله ربنا يجيب بعد العسر يسر باذن الله، وربنا يكرمنا اجمعين. كان معاكم احمد المطر، السلام عليكم.